يتكون جسمك من أكثر من 75 تريليون خلية، كل واحدة منها بمثابة مصنع صغير يتكون من جدار الخلية وسيتوبلازما التي هي محتويات الخلية. توجد في السيتوبلازما مكونات مختلفة لها وظائف واضحة جداً. الميتوكوندريا تنتج الطاقة، والنواة تخزن المعلومات، وجهاز جولجي يستخدم الطاقة والمعلومات لإنتاج المواد المطلوبة وتخزينها في بعض الحويصلات وإطلاقها كلما دعت الحاجة. الفيروسات التي تدخل جسمك ليست خلايا حية، بل هي مجرد جزء من الجينيوم يحتوي على معلومات عن نفسه. وللتضاعف يحتاج أي فيروس إلى البنية التحتية لخليتك. عندما تصاب بالعدوى يدخل الفيروس جسمك عبر جدار الخلية كإرهابي غير محدد، ويقرصن البنية التحتية للخلية مجبراً إياها على استخدام جميع قدراتها لتتضاعف، وبالتالي ستتراكم الحويصلات التي تحتوي على الفيروس بعدد كبير داخل خليتك، لدرجة أن الخلية إما ستموت منهكة أو سينفجر جدارها كبالون نفخ أكثر من اللازم مطلقاً الإرهابيين الجدد إلى جسمك فتستمر العدوى. إذا استمرت هذه العملية يدمر الفيروس خلية بعد خلية وتكون حياتك في خطر. ولكن وبدافع التضحية لحماية تلك الخلايا التي لم تتأثر بعد، فإن الخلية المصابة التي تشبه عبداً مسلسلاً قد سخر حتى أنهك ترسل رسالة. في الواقع ستلصق الفيروس بالكامل أو أجزاء منه على السطح الخارجي لجدارها، وستكون هذه الرسائل دقيقة للغاية، بحيث يتمكن جهاز المناعة من التعرف على الدخيل ومهاجمة وتدمير أي خلية مقرصنة قبل إصابة الخلايا الأخرى. ولحسن الحظ أرسلت الخلية بالفعل صورة الإرهابي إلى سلطات أخرى قد تقدم يد العون. علاوة على ذلك تخزن المعلومات في قاعدة بيانات طويلة المدى حتى لا يتكرر الحدث مرة أخرى أبداً. نظام دفاعي معقد للغاية صمم لحماية حياتك.